لماذا معدل عام في شهادة البكالوريا يتجاوز 20؟ هي في الواقع 20 عن 20. كما تعرفوا ضمن مختلف المواد فما مادة اسمها المادة الاختيارية. المادة الاختيارية يدرسها التلميذ كمادة ضمن المواد خلال السنة الدراسية ويتم تقييمه مثلها مثل مختلف المواد. لكن المادة الاختيارية عندها احتساب خاص في المجموع النهائي للتحصيل بالنسبة إلى شهادة البكالوريا. الخصوصية فاش تتمثل؟ المواد المادة يتم تقييمه وإسناده عدد. العدد كيف يحتسب ضمن مجموع الأعداد لامتحان شهادة البكالوريا؟ الزائد عن 10 يتم إضافته للحاصل للمجموع دون اعتبار أي ضارب لهذا. إذن نظريا إذا مختلف الأعداد المتحصل عليها في شهادة البكالوريا يعني تقارب 20 من 20 وإضافة هذا الرقم اللي هو زائد 10 في المادة الاختيارية تصبح بطبيعة الحال في المجموع العام على الضوارب دون احتساب ضارب المادة الاختيارية يعني المعدل الحسابي للمعدل النهائي يتجاوز 20 من 20.